اهلا بحضراتكم من جديد. نروح للاستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه علشان يحسم لنا الامر اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل بشان المراهنات. تحياتي ليك يا استاذ محمد. مساء الخير يا كابتن اسامه، ازي حضرتك يا فندم؟ منور قناه الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، منور حضرتك. الحمد لله كله تمام. شركه المراهنات اعلنت عبر صفحتها الرسميه ان خدت الموافقات الرسميه من قبل وزاره الشباب والرياضه، صحه الامر؟ هذا كلام عادي تماما 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 من الصحه لسببين. السبب الاولاني يا كابتن اسامه ان احنا في وزاره الشباب والرياضه بنعمل اشهار للشركات وفقا للقوانين والتشريعات المصريه واللوائح المصريه. المراهنات من احد المجالات غير المسموح ممارستها في مصر، وبالتالي هنا وزاره الشباب والرياضه قدامها امر من اثنين، اما ان هذا الاشهار احنا بنشهر الشركات يا كابتن اسامه، شركات زي شركات النادي الاهلي كده مثلا، شركه انشاءات لاستاد النادي الاهلي، شركه اداره رياضيه لاداره المنشات، شركه كذا، فوارد ان حضرتك تيجي تاخد شركه اداره منشات رياضيه مثلا او اداره مشروعات او انشاءات او كذا، وحضرتك بقى بعد كده او يعني مش حضرتك طبعا يعني اي حد يغير هذا النشاط منه لنفسه ويروح يمارس بيه انشطه اخرى ويعتبرها انشطه رياضيه، فبيتم التعامل في هذا الموضوع بقى ساعتها باتجاهين، الاتجاه الاول الغاء الاشهار فورا، وفي حاله ان بيتم بقى التعامل في الحاجه الجديده المجال الجديد اللي شغال فيه ده انه يكون منافي للقوانين المصريه، فبيتم احاله الموضوع اصلا لجهات التحقيق الرسميه كمان. يعني احنا بالنسبه لنا كوزاره جميع الشركات اللي بيتم اشهارها وفقا لقانون الرياضه ولوائح وزاره الشباب والرياضه هي شركات بتشهر في اتجاهات مشروعه وغير مجرمه وغير محرمه وغير ممنوعه بالنسبه للقانون المصري. موضوع المراهنات هي من الامور اللي الوزاره بالفعل عايز اقول لك بقى ده الموضوع الثاني اللي اتكلم حضرتك فيه. احنا بعتنا لوزاره الاتصالات المصريه للجهات الرقابيه في مصر لكل المؤسسات المعنيه في مصر، لان في بعض المواقع الدوليه اللي هي مش موجوده في مصر، موقع الكتروني مش موجود في مصر، السيرفر بتاعه مش متحمل على جوه مصر. والناس الشباب بيدخلوا عليه مثلا اما بالفيزا او بكذا، يعني ورد لنا هذه الامور يعني. وعشان نحارب هذه الامور اللي هي اصلا بتتعمل كمان بره مصر، احنا بعتنا لوزاره الاتصالات المصريه عشان نعمل حد لهذه المواقع، عشان المواقع دي ما تظهرش حتى في مصر، عشان ما ينفعش شاب مصري يقدر يدخل عليها بعد كده. فاحنا هذا الامر احنا الوزاره بتحاربه بالفعل وخدت حصل تحرك رسمي يا استاذ محمد بالفعل من علشان الشركه اللي اعلنت عن وزاره الشباب والرياضه انها خدت الموافقه، هل حصل تحرك رسمي ولا لسه يعني ما الوزاره ما اتحركتش؟ حصل يا فندم. ليه؟ لان كل الشركات اللي خدت اشهار من وزاره الشباب والرياضه بيتم مراجعتها كابتن اسامه كل ربع سنوي اذا كان نفس المجال اللي هي اشهرت من اجله الشركه هو اللي بتشتغل فيه ولا غيرت المجال ولا اضافت مجالات اخرى. هذه المجالات اذا كانت مجالات مشروعه فبتيجي الوزاره حضرتك وبتزود مجال عن المجالات زي السجل التجاري كده بالظبط. لكن انا وان حضرتك اصلا دخلت في مجال هو غير مشروع بالنسبه للقوانين المصريه كلها وغير مصرح بيه بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه، فاصلا الموضوع الشركه دي اللي اعلن ده تم احالته بالفعل للشؤون القانونيه في وزاره الشباب والرياضه لاتخاذ الاجراءات القانونيه. الاجراءات القانونيه هينتج عنها امرين. اذا ثبت فعلا ان هذه الشركه اشتغلت من واقع السجل التجاري والاشهار الخاص بوزاره الشباب والرياضه فيتم الغاء الاشهار فورا. واذا ثبت انها كمان بتشتغل في مجال غير مصرح به في مصر، مجرم في مصر، فبيتم الخطوه الثانيه احاله الموضوع للجهات التحقيق الرسميه في الدوله. كويس، يعني اذا النهارده في تحرك رسمي وده شيء جيد. طب الظاهره اللي انتشرت دي يا استاذ محمد، ازاي نوعي الشباب؟ يعني دور وزاره الشباب والرياضه عشان نوعي الشباب، خاصه الامر ده هو مش وليد النهارده، لا ده احنا بنتكلم على امر يعني بقاله حوالي 3 4 سنين. انا عايز اقول لك كابتن اسامه احنا يعني بنعمل عمليه رصد بشكل متواصل للظاهره دي، ظاهره سلبيه جدا للاسف وفي منتهى السوء انتشارها يعني، وبنحاول دايما من خلال مخاطبات رسميه للانديه لمراكز الشباب للهيئات الرياضيه بشكل توعيه للشباب ان ده احد المجالات غير المشروعه في الشان المصري وغير والامور المجرمه والامور المحرمه، واتكلمنا في ده كتير الحقيقه مع كل الجهات المعنيه اللي تابعة للوزاره. لكن الامر الثاني كمان ان احنا لا خدنا خطوات مع الجهات الرسميه في الدوله، احنا يعني الحقيقه المواقع اغلبها كابتن اسامه بتكون مواقع متحمله على سيرفرات خارجيه بره مصر في اوروبا كذا، الدول اللي بتسمح بهذه الامور يعني. والولاد طبعا او الشباب بيدخلوا وبيدفع وبيعمل عن طريق الفيزا عن طريق الكريدت ايا طريق الدفع يعني. فاحنا الحقيقه بنعمل عمليه توعيه من خلال الجهات الرسميه التابعه لينا ومراكز الشباب والانديه وكل الجهات المعنيه، بفضل عن ذلك احنا بنسعى بقالنا سنه دلوقتي يا كابتن اسامه كويس
ان احنا نحجب هذه المواقع. والحقيقه وزاره الاتصالات نجحت بالفعل انها تعمل عمليه حجب، لان العدد كان كبير جدا فوق ما تتخيل. عدد المواقع اللي كانت بتعمل عمليه المراهنات دي في مجالات متعدده جدا مش رياضيه بس. يعني احنا جالنا بعض المعلومات ان مجال المراهنات منتشر جدا بره مصر الحقيقه، لكن بدا ينتشر في مصر بشكل كبير وفي مجالات كتيره مش بس الرياضيه، اشهرها المجالات الرياضيه. فاشتغلنا مع ده مع وزاره الاتصالات والجهات الرقابيه في مصر عشان نعمل حجب لهذه المواقع. يعني الامور بتاخد وقت الحقيقه، لانها مواقع بتنشا جديده كل شويه، وشركات كبيره عملاقه بره مصر بتشتغل على هذا الامر. تمام. الحقيقه يعني هو في جزء مهم جدا الوزير اتكلم عنه حتى في اخر مره، ان وسائل الاعلام الحقيقه تساعد معانا في ده، ونعمل عمليه توعيه للشباب. لان لو اقول لحضرتك بعض الاحصائيات عن الخسائر اللي بتصيب الشباب اللي بيدخلوا في هذا المجال، خسائر مرعبه. طبعا طبعا. الاحصائيات يا كابتن اسامه مش غير معلنه، لكن بكلم حضرتك عن شباب كتير جدا بيخسروا اموال. مفيش حد، يعني بقول لحضرتك قاعده كده، مفيش حد دخل هذا المجال من الشباب وكسب منه. خلي بالك الامر اتنقل من الجماهير يا استاذ محمد، وكنت قريت تقرير على اليوم السابع، من الجماهير للاعبين. يعني احنا بنتكلم النهارده اصبح في تلاعب في بعض المباريات. يعني النهارده كان في تقرير رائع على صفحه اليوم السابع النهارده قريته كاملا، وشفنا في مباريات الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه وبعض التلاعب من اللاعبين في المباريات عشان يطلعوا النتائج بالشكل اللي تم الرهان عليه علشان كسب بعض الاموال. كلامك مظبوط طبعا. هي الموضوع اللي انت بقول لحضرتك ان احنا يعني عندنا احصائيات كتير الحقيقه كلها كابتن اسامه بلا استثناء سلبيه. تمام. ما بين يعني الولاد نفسهم الشباب الصغيرين، وخاصه ان اغلب اللي بيدخلوا يا كابتن اسامه اعمار صغيره جدا، 16 و17 سنه واقل من 20 سنه اغلبهم. الحاجه الثانيه فكره دخول اللاعبين او الاجهزه او كذا في هذا المجال برضه، يعني كل هذا المجال، كل هذه الامور الحقيقه هي ما بين ان الوزاره تشتغل توعيه، وما بين ان احنا نعمل ايه حجب كامل للمواقع اللي بتشتغل في هذا الامر. وده كان مهم جدا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه. علشان كده كان لازم يكون حد معانا من الوزاره عشان يوضح هذا الامر، عشان زي ما بقول لحضرتك شركه المراهنات كتبت على صفحتها ان خدت الاعتمادات الرسميه، فكان لازم حد يطلع ويوضح، ولازم يكون في توعيه بشان هذا الامر.